السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حصة جديدة. هاد النهار غنشوفو لطياج دي بوم دو تيغ، يعني طريقة ديال التقطاع ديال البطاطس، يعني شنو هما الأنواع ديال التقطاع ديال البطاطا وكل حاجة والسمية ديالها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اول تقطيعه هي بوم بون نوف، يعني بطاطس القناطر التسعه. كما تلاحظوا كتكون غليظه، كتكون كل جنب فيه 1 سنتيمتر ديال الغلظ. كنقبضوا كنقادوا جنيبات باش كنحصلوا على طول ديال 7 سنتيمترات. من بعد كنغازيو لي فاس، يعني كنغراطيو لي فاس باش كتعطيني زاويه قائمه او بطاطا على شكل مربعه. كنقطعوا دي لاميل، يعني صفائح 1 سنتيمتر ديال الغلظ، وداك الصفائح كنقطعوها لدي باطوني ديال 1 سنتيمتر ديال الغلظ. التقطيعه الثانيه هي بوم مينيونيت. بوم مينيونيت يعني كتكون رقيقه شويه على بوم بون نوف. كما تلاحظوا هذه بوم مينيونيت، كنقادو الجنيبات كما تلاحظوا باش كنحصلوا على الطول ديال 5 سنتيمترات. من بعد كنغازيو لي فاس، يعني كنغراطيو الجنيبات باش كنحصلوا على زاويه قائمه او بطاطا على شكل مربع. كنقطعوا شرائح قياس ديال 5 ديال المليمترات ديال الغلظ، وهذوك الصفائح او داك الشرائح تنقطعهم الاعمده ديال 5 ديال المليمترات كل جانب. هذه كتسمى بوم مينيونات. التقطيعه الثالثه هي بوم الوميت، يعني بوم على شكل عود ثقاب ديال الوقيد. كتكون رقيقه بحال عود ثقاب، بحال الوقيد ديال الخشب. كنقبطو كنقادو جنيبات باش كيعطيني الطول ديال 7 ديال السنتيمترات. من بعد كنغازيو لي فاس، يعني كنغراطيو الجنيبات باش كيعطيوني زاويه قائمه او مربعه. وكنقطع صفائح او شرائح ديال 3 ديال المليمترات ديال الغلظ، وهذوك الصفائح كنرجعهم اعمده ديال 3 مليمترات دو سيكسيون، يعني كل جنيب كنلقاو فيه 3 ديال المليمترات. هذه هي بوم الوميت. التقطيعه الرابعه هي بوم باي، يعني بحال الشكل ديال التبن، كتكون رقيقه على الالوميت. كنقادو الجنيبات باش كيعطيني الطول ديال 7 ديال السنتيمترات حتى هي. ومن بعد كنغازيو لي فاس، يعني كنغراطيو الجنيبات باش كيعطيوني زاويه قائمه باش كتجي على شكل مربع. اما كنقطعها بالموس اما تنرجل لا موندولين ديالي. هذه القطاعه تنقاد لو كوتو ابين، يعني كما تلاحظوا هذا داير بحال المشطه، كيكون ما بينه كيكون الغلظ ديالو 2 ديال المليمترات. وكندير في الشاريو سيكوريتي وتنقاد المساء ديالي 2 ديال المليمترات تكون فيها، يعني الموندولين غتكون مريقله على 2 ديال المليمترات. هذه كتسمى بوم باي، كما تلاحظوا داير بحال شكل التبن. التقطيعه الخامسه هي بوم شوفي، يعني شعيرات رقاقين او كتسمى فين جوليان. كنديروها بالرابوز بحال اللي كنقولوا رابي، كنرابيوها تنحكوها بالرابوز، ولا بعض المرات كنصوبوها بالكوطو. غير هو الكوطو كيجي صعيب شويه، كيكون الطول ديالها ما بين 5 حتى 7 سنتيمترات، والسمك ديالها تيكون 1 مليمتر. بعد ما سينا بلي بوم اللي كتقطع اعمده، غندوزو لي بوم اللي هما كيتورناو. اول تقطيعه هي بوم فوندونت، هما الكبارين. كما تلاحظوا الطول ديالها هو 7 ديال السنتيمترات. كنقبضوا كنقادوا الجنيبات باش كيكون الطول ديالها هو 7 ديال السنتيمترات. كنقطعوها على جوج وتنقادوا هذوك لي زونغل، داك الزاويه فيما بانت لي البلاصه ماضيه كندوز عليها، فيما بانت لي البلاصه ماضيه كندوز عليها، كتسمى داك الزاويه كنقتلوهم. هذا كتسمى بوم فوندونت، كيجيو على شكل بيضاوي. دونك الطول ديالها هي 7 سنتيمترات، والديامتر ديالها يعني الغلظ ديالها هي 6 حتى 7 ديال السنتيمترات، والوزن ديالها ما بين 80 حتى 90 غرام. التقطيعة الثانية هي بوم شاطو، كتكون صغير عليها شوية. دونك بوم شاطو كتكون الطول ديالها 6 ديال السنتيمترات، كلهم على شكل بيضاوي. هادو كنقبطو كنقادو الجنيبات باش كيعطيني الطول ديال 6 ديال السنتيمترات،
وكنقبطو كان فيما تتبان لي البلاصه ماضيه كنحرفها كتسمى اليميني لي زونغل باش كتجي على شكل بيضه كما تلاحظوا هي هذه بوم شاطو الطول ديالها هو 6 سنتيمترات والغلط ديالها ما بين 4 حتى 4.5 ديال السنتيمترات الوزن ديالها ما بين 60 حتى 70 غرام هذه بوم شاطو تقطعات حتى هي بوم الانغليز ولا بوم فابور اما بوم الانغليز اما بوم فابور بحال الطول ديالها هو 5 ديال السنتيمترات كما تلاحظوا هادو كلهم على شكل بيضاوي دونك كنقادو الجنيبات كما تلاحظوا باش كتعطيني الطول ديال 5 ديال السنتيمترات من بعد كنبداو التورنيو يعني كندورو باش كترجع على شكل بيضاوي فيما كانت عندي الزاويه كنحرفها فيما كانت عندي الزاويه ماضيه كنحرفها الطول ديال 5 ديال السنتيمترات والغلظ ما بين 3 حتى 3.5 ديال السنتيمترات وبالنسبه للوزن 30 حتى 40 غرام التقطيعه الرابعه هي بوم كوكوت بوم كوكوت يعني كتكون رقيقه بزاف الطول ديالها هو 4 ديال السنتيمترات هادو كلهم على شكل بيضاوي كنقادو جنيبات باش كيعطيني الطول ديال 4 ديال السنتيمترات ومن بعد كنبدا نتورني كنتورني يعني فيما كانت كما تلاحظوا فيما كان الجنيب اللي ماضي كندوز عليه كنقاد داك الزاويه كنقتل الزوايا باش كتجيني على شكل بيضه دونك بوم كوكوت الطول ديالها هو 4 سنتيمترات الغلط ديالها هو 2 ديال السنتيمترات والوزن ديالها ما بين 15 حتى 20 غرام غادي نشوفوا بوم اوليفيت هنا شكل زيتونه الطول ديالها هو 3 ديال السنتيمترات كما تلاحظوا حتى هما كنقطعو الجنيبات باش كيعطيني الطول ديال 3 سنتيمترات ومن بعد كنبقى نحرف داك الزاوية فيما كتبان لي الزاوية كنبقى نحرفها كنبقى نحيدها باش كتعطيني شكل زيتونة الطول هو 3 سنتيمترات والغلظ ما بين 1.5 حتى 2 سنتيمتر وبالنسبة للوزن 8 حتى 10 غرام بوم نوازيت او باريزيان اما كنعيطو لا بوم نوازيت او لا باريزيان يعني علاش حيت كتعتمد على هاد كوير كتسمى كوير باريزيان يعني هاد المعلقه سميتها معلقه باريزيان هادو كيكونوا على شكل بيك بيات يعني كيكونوا على شكل كويرات على هاد الشكل هذا كندخلو مزيان داك الكويير كما تلاحظوا وكنحاولوا ما نغاسبيوش كندخلو مزيان داك الكويير وكنتورنيو بحال هذا الشكل هذا باش كنحصلوا على بيات كما كتلاحظوا دابا بحال هكذا بيات كيكونوا دايرين وفي التالي كنديروهم في الماء بارد باش ما كيكحلوناش من بعد ما سالينا بلي بوم اللي هما تورني كندوزو لي بوم اللي كيتقطعوا على شكل دوائر اول حاجه نشوفوا بوم رونديل على شكل دوائر كما تلاحظوا كنريكلو لاموندوني على حساب النوع التقطيع اللي بغينا كما تلاحظوا التقطيع ديال بوم انا بوم بولونجي وبوم دوفينوا ما بين 1.5 حتى 2 مليمترات وبالنسبه للبوم سوتي اكوري ما بين 2 حتى 3 ديال المليمترات اول حاجه كنقبض كنارازي لا بوم دو تيغ باش ترجع لي على شكل سيلندر يعني كترجع لي على شكل القرعه يعني او الفوق ديالها بحال تحت نتاعها كما تلاحظوا باش كتجيني الرونديلات مقادين مساوي ماشي رونديل كيجي كبير ورونديل كيجي صغير وكندير الموندولين وكنقطعها بحال الطريقه هذه وكنحصل على رونديلات بغيت نقطع بالموس ممكن نقطع بالموس ماشي مشكله المهم بالنسبه للموندولين كتجيب داكشي اكزاكت التقطيعه الثانيه ديال الرونديل هي بوم شيبس يعني كيكونوا رقاقين كما تلاحظوا حتى هي كنعتمدوا على الموندولين يعني كنعتمدوا على القطعه ديال البطاطا كنريغليو الموندولين ديال 1 مليمتر ديال الغلظ 1 مليمتر ديال الغلظ كنريغليو الموندولين كما تلاحظوا وكنقبطو كنغازيو باش كترجع على شكل سيلندر كنقولوا سيلندر بحال شكل القرعة باش كتجي الفوق ديالها بحال التحت ديالها باش كنحصلوا على دوائر متساوية وكنقطعو اون رونديل على شكل شيبس هادو هما التقطيعة ديال الشيبس دائما كنديروهم في الماء ديما بطاطا ديرها في الماء باش ما كتكسدش باش ما كي تكحلش واخيرا عندنا بوم غوفريت يعني كتجي متقبة دونك هي كنعتمدوا على الموندولين كنعتمدوا على القطعه هذه وكنعتمدوا بالضبط على البلاصه المسننه اللي كتلاحظوا كتشوفوها دابا هذيك البلاصه المسننه كنريغليو كتسمى لا بلاك غوفري
دايره بحال شكل موجات كما تلاحظوا، وكنضربوا مره في هذا لو سونس ومره كنقلبوا اربع دوره. دونك كما كتلاحظوا كتنحصلوا على بطاطا مثقبه بهذا الشكل هذا، يعني كنهبط واحد لو سونس وكندير اربع دوره، كنهبط وكندير اربع دوره، كنهبط وندير اربع دوره باش كنحصل على بطاطا مثقبه على شكل غوفريت. كنشكركم على المتابعه، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. نتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.